مصر أم الدنيا، ومعروفة إن هي دايماً ليها خصوصية بتميزها عن كل دول وحضارات العالم. مثلاً كل الدول العربية اسمها بالإنجليزي شبه اسمها بالعربي، يعني مثلاً سوريا بيقولوا سيريا، الجزائر ألجيريا، العراق إيراق. طب ومصر إيجيبت؟ إيه ده؟ إشمعنى؟ الموضوع كان محتاج شوية بحث علشان نعرف إيه السبب. من أيام المصريين القدماء ومصر معروفة باسم كيمت، ومعناها الأرض السوداء. السوداء دي علشان لون الطين، للدلالة على خصوبة أرض مصر بسبب طبعاً وجود نهر النيل. واشتهرت برضو باسم حوت كبتاح، ودي رمز لأرض الإله بتاح، مخترع صناعات وقتها زي النجارة وبناء السفن والنحت والعمل بالمعادن. وبرضو كان معروف إنه إله الموت والحياة. وبعد ما حكمها الإسكندر الأكبر ومن بعده البطالمة، وعلشان لغتهم كانت مختلفة كان عندهم صعوبة إن هم ينطقوا حرف الحاء، فلغوا خالص اسم كبتاح وحولوه لإيجيبتوس باللاتينية واليونانية، وفضلت وقت كبير معروفة بالاسم ده لحد ما لغات كتير زي الإنجليزي والفرنساوي والأسباني خدوا الاسم وبسطوه وحولوه لإيجيبت. مش قلتلكم؟